بالنسبة للليفر، الليفر الوحيد اللي ممكن نجيب منه حتة ده ونعرفه هو الليفر بتاع الجمل. ايه اللي يميز الجمل هنا؟ النايف كات سيكشنز اللي بتبقى موجودة عليه دي، يعني النايف كات سيكشنز دي تميز الليفر جمل. غير برضو لو ركزنا قوي فيه قوي بنلاقي الكونكتيف تيشو فيه بيبقى كتير، اللوبيوليشن فيه بيبقى واضح، وطبعا هو بيبقى فيرم ناشف، يعني لو دوست عليه ايدك كده بضوافرك كده تلاقيه ناشف، نتيجة ان الكونكتيف تيشو فيه بيبقى اعلى بكتير قوي من اي ليفر تاني. غير اي ليفر تاني لو جيت ضغطت عليه بايدك كده هيتقطع، انما في الجمل بيبقى فيرم نتيجة وجود الكونكتيف تيشو بكمية كبيرة. الاثنين ليفر اللي احنا شايفينهم قدامنا دول الليفر بتاع الشيب والدوج، طبعا واضح ان هما شكلهم مختلف تماما في ايه؟ في الانترلوبر فيشرز. شايف الدوج زي حالة اللنج، فاكرين حالة اللنج بتاعت الدوج؟ الفيشرز برضو كانت فيري ديب، بص اللوبز هنا مفصولة عن بعض بديب فيشرز ازاي؟ الكلام دوت ما بيبقاش واضح في الشيب. الشيب بيبقى الليفر تقريبا وان ماس، اكتر فيشر بيبقى باين في الشيب اللي هو الفيشر ده اللي بيتسمى امبلايكال فيشر. الامبلايكال فيشر هو اللي بيبقى باين قوي، انما باستثناء الامبلايكال فيشر الليفر يعتبر كله وان ماس. اللوبز بتاعت الليفر ايه في الشيب؟ على شمال الامبلايكال فيشر ده يبقى الليفت لوب، على يمينه على طول يبقى الكوادريت لوب. كوادريت في ليفر تاني هنا عشان ده برضه عليه امبريشن كده مش طبيعي، ادي الامبلايكال فيشر اهو، خلينا في الليفر ده، على شماله الليفت لوب وعلى يمينه الكوادريت لوب. هتوصل بقى على يمين الكوادريت في حفره هي اللي بيبقى فيها الجول بلادر، دي اللي بتتسمى جول بلادر فصه او فصه اوف ذا جول بلادر. الفصه دي اللي بتفصل الكوادريت لوب عن الرايت لوب. يبقى كده الترتيب ليفت لغايه الامبلايكال فيشر، كوادريت لغايه الجول بلادر فصه، وبعدين رايت لوب. لما تطلع فوق دي البورتا هيباتس، الحته دي اللي بيبقى فيها الهيباتيك ليمف نودز والهيباتيك ارتري والبورتا الفين، دي البورتا هيباتس. على يمين البورتا هيباتس دي بتلاقي الكوديت، الكوديت بروسيس. طبعا هو هنا مضغوط شويه، حاله الكوديت هنا افضل حبه. ده الكوديت بروسيس. على يمين البورتا بيبقى فيه البروسيس تاني اللي هو ده، اللي هو بيتسمى بابيلاري بروسيس، او اللي بنسميه اومنتال بروسيس، اللي هو ده اللي هو ده. يعني وجود البورتا هنا بيميز لك اللي على يمينها الكوديت مع الرايت لوب، واللي على شمالها البابيلاري او الاومنتال بروسيس بيبقى فوق الكوادريت لوب، فوق الكوادريت. لو بصينا على الدورزال بوردر طبعا بيبقى ماشي الكودا الفينا كافا اللي احنا شايفينه ده، ده الكودا الفينا كافا ماشي على الدورزال بوردر اوف ذا ليفر. يبقى ده كده الليفر اوف ذا شيب. تعالى بقى نشوف الدوج باللوبز بتاعته الكتير. طبعا اكبر عدد لللوبز في الليفر هو الليفر بتاع الدوج، لان كل حاجه مقسومه. اولا ما عندوش ولا لوب ابسنت، ثانيا عنده الليفت والرايت لوب كل واحد فيهم مقسوم للاترال وميديال برضه، يعني لو خدناهم كده من الشمال لليمين. اكبر لوب في الليفر بتاع الدوج هو الليفت لاترال، اكبر لوب هو الليفت لاترال. يبقى اللي بعديه ده الليفت ميديال، اللي بعديه الطويل ده يبقى ده الكوادريت. تيجي على يمين الكوادريت تلاقي الجول بلادر اهي، دي الجول بلادر. الدكت بتاعت الجول بلادر الصغيره دي الرفيعه دي بتتسمى سيستيك دكت، يعني دي الجول بلادر اند سيستيك دكت. تعال بقى على يمين الجول بلادر تلاقي الرايت ميديال لوب، يعني الجول بلادر بتبقى بين الكوادريت والرايت ميديال لوب. تعال بعد الرايت ميديال تلاقي الرايت لاترال، ده الرايت لاترال لوب. نايم عليه مين؟ اللوب الكبير اللي عليه الرينال امبريشن ده اللي هو الكوديت، يبقى ده الكوديت بروسيس. على يمين البورتا طبعا دي البورتا، على يمينها الكوديت، واللي على شمالها ده
البابيلاري بروسيس او الاومنتال بروسيس. بابيلاري او اومنتال. يبقى كده السبعه لوبز موجودين في الدوق، ليفت لاترال، ليفت ميديال، كوادريت لغايه الجول بلادر، رايت ميديال، رايت لاترال، كوديت، وفوق الجول بلادر على طول تلاقي البابيلاري بروسيس. عايز تعمله تعرفهم بطريقه تانية، امسك الجول بلادر، امسك الجول بلادر على شمالها ثلاثة لوبز وعلى يمينها ثلاثة لوبز وفوقيها لوب، اللي فوقيها ده البابيلاري، اللي فوقيها ده البابيلاري. تعالى بقى الثلاثة اللي على شمالها، ليفت لاترال، ليفت ميديال، كوادريت. الثلاثة اللي على يمينها رايت ميديال، رايت لاترال، كوديت. ويبقى اللي فوقيها مين؟ البابيلاري. كده يبقى احنا خلصنا الليفر في الدوج والشيب والجمل. شكرا. بالنسبه لللنج، اللنج طبعا احنا عندنا اللنج اوكس. اول ما تمسكها من قدام المفروض ان التراكيه بيبقى عليها الريدج ده اللي بتسمى تراكيه الريدج. لما تنزل من التراكيه قبل ما توصل للتراكيه البايفوركيشن بمسافه كبيره قوي اكتر من 15 سنتي تلاقي طالع التراكيه البرونكس. طالع التراكيه البرونكس اللي بيدخل الكرينيال لوب بتاع الرايت لانج. لو بصيت لللنج بتلاقي اللوبيوليشن واضح، يعني اللوبيولز واضحه. بص اللوبيولز واضحه ازاي؟ في نفس الوقت الانتر لوبر فيشرز واضحه، واضح ان في فيشرز كتير بين اللوبز. شايفين المنظر كده؟ واضح ان في فيشرز كتير بين اللوبز. ايه هي اللوبز بقى اللي موجوده؟ لو مسكنا الليفت لانج تو لوبز كرينيال اند كودال، والكرينيال ديفايدد انتو كرينيال اند كودال سب ديفيجن او كرينيال اند كودال بارت. يبقى الجزئين اللي انا ماسكهم دول كرينيال بارت وكودال بارت اوف ذا كرينيال لوب، واللي الكبير اللي ورا الكودال لوب. تعالى نشوف بقى اللوبيشن في الرايت لانج. نفس الكلام، الكرينيال لوب ديفايدد لكرينيال بارت وكودال بارت، واللوب اللي بعديهم ده يبقى الميدل لوب، واللوب الكبير الكودال لوب ميدل او كاردياك لوب، وبعدين الكودال لوب، ولما تقلب جوه ناحيه الميدياستاينال سيرفيس تلاقي الاكسسوري لوب. يبقى دي كده اللنج بتاعت الاوكس. لما نيجي نشوف اللنج الثانيه الكبيره لنج الجمل، هنشيل اللنج اوكس ونجيب اللنج في الكامل. اول حاجه تاخد بالك منها في اللنج جمل كميه الكونكتيف تيشو والانترلوبيولر كونكتيف تيشو الكتيره اللي عليها. شايف المنظر الخريطه اللي عليه دي؟ اللوبيولز صغيره والانترلوبيولر كونكتيف تيشو بيبقى لونه فاتح وباين قوي بالمنظر ده. يبقى دي اختلاف عن الاوكس. الاوكس برضه فيه كونكتيف تيشو، فيه لوبيوليشن واضح بس الكونكتيف تيشو مش كتير كده زي الجمل. نشوف اختلاف تاني. التراكيه هنا بيبقى فيه اوفرلابنج. بيبقى فيه اوفرلابنج للرايت ايدج على الليفت ايدج بدل التراكيه الريدج. التراكيه البرونكس بيبقى قريبه قوي من التراكيه البايفوركيشن، مش بعيد قوي زي الاوكس. يبقى ده التراكيه البرونكس. لو مسكنا عند الاكيوت بوردر بتاع اللنج هتلاقي فيه الشراشيب دي اللي هي بنسميها الفرنج لايك او الليس لايك بروسيسز اللي عاملها البالمونري بلورا، اللي عاملها البالمونري بلورا. اخر اختلاف بين الجمل والاوكس في اللوبيشن. هتيجي تشوف الليفت لانج هتلاقي كرينيال لوب وكودا لوب، الكرينيال لوب انديفايدد عكس حاله الاوكس. لما تيجي تشوف الرايت نفس الكلام، الكرينيال لوب انديفايدد وده الكودا لوب، واللي ناحيه الميديال ده الاكسسوري لوب. يعني تختلف اللوبز هنا في الليفت لانج عن الاوكس ان الكرينيال لوب انديفايدد، والاختلاف في الرايت لانج الكرينيال لوب انديفايدد ومفيش الميدل، ومفيش الميدل. يبقى اختلاف الرايت لانج جمل عن الرايت لانج اوكس ان الكرينيال لوب انديفايدد ومفيش الميدل لوب. فهتعدهم ثلاثه لوبز، كرينيال، كودال، واكسسوري. يبقى دي كده
اللانج بتاعت الجمل. لما نيجي نقارن بعد كده اللانجين الصغيرين اللانج شيب واللانج دوج، اللانج شيب تعتبر زي الاوكس، اوكس صغير نفس الكلام. المفروض التراكية بتبقى عاملة تراكية ريدج بس مش واضح قوي، ده عيب تثبيت طبعا، عيب الفيكسيشن. نفس الكلام ادي التراكية البرونكس، وعدد اللوبز هو هو الكرينيال لوب بتاع الليفت لانج ديفايدد، وادي الكود اللوب. والرايت لانج نفس الكلام الكرينيال ديفايدد، وبعدين الميدل، في الميدل مقطوع مفيش غير دي اخر واحده شيب. بالنسبه للسمول انيمالز الشيب والدوج، طبعا الشيب في تشابه كبير قوي بين الاوكس، برضو التراكيه نفس الكلام بيبقى عليها التراكيه الريدج. لو نزلنا مع التراكيه بنلاقي في تراكيه البرونكس هو اللي داخل الرايت كرينيال لوب. لو جينا نشوف اللوبز، طبعا ده الاسوفاجس اللي بيبقى ماشي جنب التراكيه. لو جينا نشوف اللوبز هنلاقيها زي الاوكس بالظبط. بالنسبه للليفت لانج الكرينيال ديفايدد انتو كرينيال اند كودال بارت وكودال لوب. وبالنسبه للليفت لانج، بالنسبه للرايت لانج الكرينيال ديفايدد برضو الكرينيال وكودال بارت، وبعدين ميدل لوب كودال لوب، واللي ناحيه جوه بيبقى اكسسوري لوب. اي لوب من دول من غير ما تفكر دخله برونكس اتمسك البرونكس يبقى باسم اللوب. يعني لو جيت لك هنا على الاكسسوري لوب، بدل ما امسك الاكسسوري لوب جبت البرونكس اللي داخله، يبقى اسمه اكسسوري برونكس. اي لوب دخله برونكس بيبقى بنفس الاسم. يبقى اللانج شيب تقدر تقول لانج اوكس صغيره. اللانج دوج طبعا اللي بقى اللي تحت ده القلب مش مقطوع، دي كلها كده اللانج دوج. اول حاجه هتلاحظها في اللانج دوج ايه؟ ان الانتر لوبر فيشرز بتقسم اللانج تماما انتو سيبريت لوبز. يعني بص اللوبز مفصوله تماما عن بعضها غير الشيب. لو رجعنا الشيب تاني في فيشرز صحيح، في انتر لوبر فيشرز، بس ما تقدرش تقول انها بتفصل اللانج تماما. يعني حتى الدورز البوردر اهو على بعضه سليم، الفيشر مش واصل فوق بيفصل اللوبز عن بعضها زي حاله الدوج. نبص حاله الدوج، اللوبز منفصله عن بعض تماما. بنقول ان الفيشرز بتوصل للبرنسبال برونكس، يبقى دي لانج دوج. طب تختلف في ايه في اللوبيشن؟ طبعا هي ما فيهاش ولا تراكيه الريدج ولا تراكيه البرونكس، ده بل بالعكس كمان التراكيه بتبقى في وايد جاب بين الايدجز بتوع التراكيه الرينج. احنا عارفين ان شكلها في الكروس سيكشن سي شيب، فبص تلاقي التراكيه الاندز او التراكيه الايدجز تبقى بعيده عن بعض تماما، ما فيش ولا ريدج ولا في اوفرلابنج. تعال بقى نشوف اللوبز. الليفت لانج نفس الكلام، كرينيال لوب ديفايدد الكرينيال وكودال بارت، وده الكودال لوب. تعال نشوف الجنب بقى اليمين، الرايت لانج الكرينيال لوب انديفايدد، كرينيال لوب على بعض اهو انديفايدد. وبعدين ميدل لوب اللي بوينت ده، كودال لوب، واللوب اللي ناحيه الميديال الاكسسوري لوب هتلاقيه ديفايدد، ده الاكسسوري لوب. وزي ما اتفقنا في الشيب اي لوب داخله برونكس يبقى بنفس اسم اللوب. بدل ما اقول اكسسوري لوب اقول اكسسوري برونكس، بدل ما اقول ميدل لوب اقول ميدل برونكس. يبقى دي كده اللانج بتاعت الدوب. شكرا.